حمدي كفارة. كان نفسي ازفك وانت خارج من السجن، لكن العين بصيرة والايد قصيرة. ازيك يا عزيز؟ صحتك كويسة؟ من الرز. انت بتحب الرز دلوقتي؟ باكله اضطراري اضطراري. عطيها نظام رز وانت بتصيف 3-4 مرات كشري في اليوم. وامك ازيها؟ خلعت، راحت البلد لاختي، هربت من اكل الكشري، معدتها قفشت زي موتور العربية متداقة. معاك دخان؟ عارف انك خرمان. اتفضل اتفضل يا عم حمدي. بقولك ايه، ما تهويهم بقى، هويهم، نفض التراب عنهم. الله، عايزين نلحم بقى. عايزين شويه زفر. عايز الين الموتور. شد شد يا عم حمدي، ربنا يديك الصحه. اكتم اكتم. الله يخليك. طب ما غيرتش ليه يا عزيز؟ اشمعنى يعني كشري كشري؟ كان ممكن تديها بدنجان مالي مثلا، فول طعميه. اصل الواد اللي ساكن جنبي غاوي مغنم وبيشتغل في محل كشري، هو يفوت لي اطباق الكشري وانا استحمل غناه طول الليل. طب افرض صاحب المحل قفش، وكنت عملت ايه يا حدق؟ صاحبة المحل مش فاضياله خالص. هي المحل صاحبته ست، ست زي فلقة القمر طول بعرض، والمساغ من هنا لهنا، كل يوم بتلم لها شوال فلوس من محلات الكشري. اصلها عندها 4 منه يا سيدي، غير التاكسيات وميكروباصات من مصر لاسكندريه، ومن اسكندريه لبورسعيد، ومن بورسعيد لمرسى مطروح. حكايه لو ايه؟ عندها حته عماره في الزمالك 10 ادوار وتحتيهم دورين، تصور، وساكنه بقى في جاردن سيتي في فيلتها الشخصيه. حكايه فخفخه. عارف كل العز ده كله يا حمدي؟ ومش سعيده. غريبه قوي، متجوزه الست دي يا عزيز؟ بتدور تشمشم في الاوساط اللي ممكن يتوجد في وسطهم واحد من دول، وهي اللي بتدفع. تصور، هي اللي بتدفع. بسم الله ما شاء الله، فنجالي بيقول ان فيها عريس بيتمنى الرضا، بيتمنى كلمه واحده منك. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه يا اختي؟ غني قوي قوي، عنده فلوس كتير قوي زي الرز، بيمتلك عزبه. عزبه؟ عزبه القرود يا حبيبتي. قرود؟ قولي له ما يلزمنيش. بقى ده كلام؟ بقى ده اسمه كلام يا اخواتي؟ بقى واحده زي القمر، زي في حلاوتك وتعبتك وجمالك، تقعد كده وحدانيه من غير راجل تعتمد عليه، تعيط في حضنه. ان كان على الرجاله، انا عندي بالالوفات، انا عندي فلوس متلتله، كل يوم بالليل بتجيلي بالزكايب. انما نفسي باشا، باشا وتكون عيونه رماشه، عشان يقولوا مرات الباشا راحت، مرات الباشا جت. بس يا حبيبتي الباشوات راحت عليهم خلاص. يا دي الخيبه، معرفش. يبقى امير، امير زي اللي بشوفهم في السينما الافرنجي. وده هتلاقيه فين؟ هلاقيه، لازم هلاقيه. ما تدهبسي كده في الفنجان، يمكن تلاقي امير ويبقى لك الحلاوه. ادهبس؟ وانت عرفت المعلومات دي كلها ازاي يعني؟ ما هم محمد. مين ام محمد؟ الخطبه. مالها؟ تبقى بنت خاله امي لاس يعني. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ مش فاهم يعني. انت لسه غبي زي ما انت، بزرع الكشري تخم مخك اكتر. ايه بس؟ فاهمنا حمدي، عايز تقول ايه يعني؟ ان شاء الله الليله دي هتقابل البرنس وهيكون من بختها. ها؟ اللي يعني ما نفهم منك اكتر. كل ترمس كل، يمكن لما تاكل زفر يغير شويه البركه فيك بقى. عصار الكشره دي، الله يخرب بيتك يا غبي. كل. بلاش اشتغل انا بقى. هي فين؟ اللي هناك دي يا فندم، اللي بترقص مع الشاب ابو شعر ده. ما هم كلهم بشعر. لا يا فندم، اللي لابس ده. لابس ايه؟ اللي لابس بدله وفنفاخ ده في رقبته. فنفاخ؟ ايوه يا فندم. هي لابسه ايه؟ هي لابسه فستان اهي، لابسه فستان اهي. بص بص يا حيوان، ما كلهم لابسين فساتين، انه واحده لونه ايه؟ لونه ما تركز يا بروف، اللي لابسه فستان دي بنفسجي على اسود. هي لابسه بنفسجي على اسود. يمكن يمكن
يعني عندك عم علوان كمان ده اكتشاف جديد. الله يخرب بيتك، يا ريتها جابت بدالك حمار يا اخي. تفضل وسع لي سكه. تفضل تفضل يا برف. خش يا حيوان. تفضل تفضل تفضل. اسمع، انا عايزك تروح تبيع الخاتم ده وتجيب لي فلوسه حالا لاني محتاجها جدا. سمو الامير، مش ممكن ابدا خاتم الاماره ابيعه. ازاي؟ 100 مره يا حيوان قايل لك ما تجيبش لقبي على لسانك في مكان عام، انا حياتي في خطر. حيوان حيوان. قول لي اسمك ايه؟ عزيز يا فندم. اهلا يا سي عزيز. هو صحيح امير؟ شش ارجوكي ما تكلميش في الموضوع ده خالص، ما تحرجناش. قول لي يا سي عزيز. ايوه فندم. مخبينه ليه؟ اوه ارجوكي كانك ما سمعتيش الحكايه دي ابدا. سرك فين يا اخويا؟ اوه ما تحاوليش ما تحاوليش. استهدى بالله يا سي عبد البير، ده الحظ ما بيجيش غير مره واحده، ما تسيبش من ايدي الفرصه دي. اوه استنى بس. جدا يا سمو الامير. سيخرس يا حيوان، بتغلط لتاني مره. سرك في بير، ما حصلش حاجه. استهدى كده بالله وسامح الراجل الغلبان ده. روح شوف الراجل بتاع سلاح. انا موجود على سلك على طول، مش هسيبه حتى ان مات مني. برافو برافو. المترولوزات ها؟ انت من رعايايا؟ ده انا يبقى لي الشرف. امال ايه لازم عميله او جاسوسه؟ حاشا لله يا سعاده البيت. امال ايه خلاك تصدقي الكلام اللي بيقوله الراجل ده اني امير ولا؟ قلبي دليلي، جسمك رسمك بيقول انك امير وابن حلال. ارجوكي ارجوكي ما تطلعيش السر ده بره، انا ليا اعداء كتير وحياتي في خطر. عيب يا سعاده البيت الامير. اضحك، خلي الدنيا تضحك لك. قلنا ميلاد قلنا تضحك قلنا ميلاد. على العموم انا من اول ما شفتك قلت هشوف الهنا كله معاك. هو الحقيقه انت ست اي راجل في الدنيا يتمناكي، بس انا ليا ظروف كتير خاصه. ما تحملش هم، ان كان على فلوس طلباتك مجابه، بس المهم خلي الود متصل. شوفي يا خدمتك فوقيه. شوفي يا واقفيه خدمتك فوقيه. انا بصراحه استريحت. ربنا يخليك. وانت من دلوقتي مش غريبه بقى. هو انا في الواقع كنت امير اماره بارزالا. يا سلام. ايوه. وبعدين قم شويه ناس اغراب دخلوا البلد بطريقه او اخرى وراحوا محرضين الرعايا بتوعي. راحوا محرضين الرعايه لغايه ما عملوا انقلاب وراحوا طردني من الاماره. يا لهوي. ما هتسكت؟ اسكت؟ لا، ده انا وراهم والزمن طويل. هتعمل ايه؟ اعمل؟ بس انا خايف للكلام يتنطور كده ولا كده. عيب يا امير الامراء. انا هلم لهم شويه مرتزقه وهروح اطردهم كلهم بره. حلاوتك. هو بس الكفاح ده محتاج فلوس، وفلوس كتير، وفلوسي للأسف كلها عند الأعداء الخونة. خد العقد ده ثمنه 3000 جنيه. لا 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 لا، مش ممكن. أنا شعبي يندفن في التراب ويموت ولا يقبلش الصدقة من أي حد، وخصوصا من واحدة ست. بس عشان تصرف على المرتزقة؟ لا لا مش ممكن. ليه بس؟ وده سنين ما بي ما يكفيش 2-3 مرتزقه. ده ضربت كلام والتقل جاي ورا. فوقيه. نعم. انت مش من عامه الشعب. اخلاقك دي وصفاتك دي وكرمك ده ونبلك ده يخليكي انسانه نبيله اميره. يا فرحه امك بيك يا فوقيه. كان نفسي ومن عين اشوف امير وهو حاسد. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا لما هاخدك امارتي هتشوفي اللي ما شفتهوش. مالك يا امير قلقان ليه؟ لا لا، هو في الواقع ايوه عندي مهمه كده صعبه شويه. لازم اتصل بالمرتزقه باللاسلكي دلوقتي. طب حضرتك تروح معادك وانا هستناك لك اللقمه مع بعض. طيب يا فوقيه. طيب والله وبضت لك في القفص يا وافية. ما
متشكر يا ابو خليل، بس انا عايزك بقى ترسمني الرسمه اياها بتاعت كل مره وتدخل لي الشنط اللي كانت. طب وحق البنزين ده الحساب تقيل قوي. ايه الكلام بتقوله ده يا ابو خليل؟ مش عيب، انا عمري نصبت عليك يا راجل بصراحه ياما. معلش يا ابو خليل، ماشي حالك المره دي. انا يا عم جدع بقى يا راجل. خبر مش معقول، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ انا مش مصدق عينيا. في ايه يا استاذ؟ انت احلى ست شفتها في حياتي. معقوله حلاوه عينيكي دي؟ عارفه تشبيه مين؟ تشبيه موناليزا بالظبط. عارفاها؟ اه طبعا عارفاها. طب ما دام عارفاها بقى، انا مزنوق في اوضه وفي اللوكاندا دي بالذات. اللوكاندا كومبليت؟ مفيش حاجه اسمها كومبليت، ما انت لازم تخلقي لي اوضه من تحت الارض. وايه اللي حالم الناس عليك وعامل لكم فضيحه هنا؟ بعدين بعد ما شفتي مش قادر اسيب. ايه ده كله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ ابني بالاوضه بقى عشان خاطر خفه دمك وكلامك انا هدي لك اوضه، ولو اننا كنا حاجزينها لاسبوع تاني. ربنا يخليكي ليا. ايدك يا بوسه. فين شنط حضرتك؟ في الحقيقه انا بطلتها هي والسجاير من 6 اشهر. مش فاهمه. هي جايه ورايا، قصدي السواق بتاعي هيجيبها لي. طب اتفضل اوضه 311 بس لو سمحت من بالي. شكرا. انت بتعيط؟ اي حاجه ليه؟ اخويا مات. انا كمان اخويا مات. ايوه بس احنا كنا توأم وبطن واحدة. احنا ما كناش توأم. بنحب زي بعض ونكره زي بعض ونلبس زي بعض. اخويا. انما ايه بقى المشكلة في كده؟ مشكلة مش عارف مين فينا اللي مات، انا ولا هو. يا حبيبي يا اخويا. مش عارف مين اللي مات، انت ولا هو. ايه دي المشكلة؟ طب ما هو اللي مات، ما انت هو. مش جايز انا اللي مت. جايز. اثبتها ازاي دي؟ بس انت قاعد وهو مش هنا، يبقى هو مات وانت عايش. انا هروح اتاكد ان لسه ما ماتش. عن اذنك. الشيك اللي لابس بدله خضراء. تبقى صاحب اخويا. هو مش انت اخوك؟ لا انا اخو اخويا اللي مت. لا لا، هو اتضح ان هو اللي هيموت. صاحبي جدع هو اللي هيموت. ايوه. معلش. امسك نفسك، امسك نفسك بقى صاحبي. صاحبي كلنا لا، هي دي الدنيا. معلش، هو بعتني عشان اعتذر لك على الميعاد. مش هيقدر يجي. ليه؟ هيموت. معلش خد رينج. لا لا لا، معلش لازم ارجع له تاني. سلام. هقول بس اذا سمحت. هو كان مصمم ان انا اقابلك، يمكن ما يصدقنيش. عايز اماره منك. هو عارف الجاكيته الخضراء دي، ممكن اخدها معايا اوريها له علشان يصدقني. متشكر. على مهلك. معلش دنيا. متشكر قوي. عن اذنك. جاكيتة فيها فلوس حاسب عليها. ما تخافش، 3 دقايق بالظبط. شكرا.
امسك نفسك بقى. اديله دي يا شيخ. اديها له ايه. هاتها. طبعا مع الجاكيت. شكرا. خد بنت. لا معلش. معلش. ملهاش لازمة بقى الكلام ده. طيب. هات هات. مع كلهم مع بعض يعني. شكرا. خد رينك. لا معلش. دقايق. لا لا لا. لا كفاية كده. أحسن ما يتصدقش. لا 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 هيصدقني. شوف. ما تصدقش. لا لا. تعال هو موجود. خد رينك. هات رينك. ادينا واحد من الزنوبيا اللي بوقك ده نجربه بس. الله. طب بقول ايه؟ نفس نفس بس واحد يا مغفل. مفيش داعي تقطع قلبك. انا مضطر عشان ال انت قلق على فكره. قلق ليه الليله دي كده ومش مبسوط ومش سرحان ليه؟ انا تعبان جدا. الوليه دي هتركبني الور. الور؟ ور ايه يا بروف؟ انا خايف انها ممكن تكلم كلمه كده ولا كده وارجع اصيف تاني وانا ما صدقت. لا في عرضك تصيف وتسيبني؟ ده انا من غيرك الكشري والهرو معدتي هروني كلي. اهلا. انت تعرفني؟ نتصرف. مالوش لزوم. ورحمه اللي ميتلك لا تقول لي انت مين. انا شخصيا ما ماتليش حد يعني. بس انا بقى حموت عشان اعرف انت مين. اتفضل موت. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ انا بنسى. عزيز يا بروف. عزيز. عزيز عايز تكلمني الراجل بتاع المساله عشان تليفوني اياه. اوكي اوكي لو سمحت. هنستأذن منك شوية، تقدر تشرب كاس لغاية ما نرجع. السحنة دي مش غريبة عليا. هلا هنرجع ونتكلم في كل حاجة. لو سمحت يا بنت. البيه اللي قاعد هناك على الترابيزة اللي لابس بدلة كده المربعات. هو طالب عشاء وياريت بالمرة تبعت له فاتورة لو سمحت. حاضر. متشكر قوي. نعم. اتفضل. اتفضل يا فندم. ايه اتفضل. اتفضل سعدك. اتفضل. صباح الفل يا جنتل. ده واختني عليك يا راجل. ده كلام. ليه؟ كنت عايز اهنيك على حركة امبارح. الحقيقة تدبيسة إنما ما يعملهاش غير معلم. نتشرف بقى. أنت ما أخدتش دورة؟ آه طبعا. شركة الطيران اللي أنا بشتغل فيها بعتتني دورة لأوروبا 6 أشهر. لا أوروبا مين يا خال؟ أنا قصدي هنا يعني في مصر بعد المعادي كده بشوية. بعد المعادي مفيش غير طرق. اسم الله عليك. إيه ده؟ هما عملوا مطار في طرق؟ والله ما كنت أعرف. إيه بالذمة ايه؟ طب والرنوي ده قصدي ممر الطيارات ده يطلع له كم متر كده؟ لا ده بقى ولا مؤاخذة في كذا رنوي. في رنوي بقى بيبقى انفراد يعني للطيار يعني الشقي شوية. ايه ده؟ معقول الكلام ده يا جنتل؟ تحب يعني اشرح لك شوية اكتر يمكن تفتكر؟ يا ريت. انا اصلي تهمني قوي التطورات الحديثة في عالم الطيران. انا اشرح لك. انت بقى تخش الرنوي من دول تلاقي على ايدك اليمين على طول برش وجردل. برش وجردل يا حبيبي. وبيعمل بيهم ايه الطيار دول بقى؟ البرش بيستعمل الطيار من دول سرير. طب
الجردل. اسم الله على اسمك. هو له استعمالين، احيانا بيشربوا فيه واحيانا له استعمالات اخرى يعني، وبلاش احراج. انت طلعت لي منين بس؟ اهو بقى من سوء حظك ونحسك. انا بقول لي انت كنت بتصيف هناك ليه؟ انا اصلي ما خبيش عليك، كنت موظف حسابات في شركه طيران، مختص بتحرير الشيكات. شيك يطلع للعميل وشيك يطلع للعبد لله، في حاجه دي؟ ابدا مفيش حاجه ابدا. انت بقى كنت بتصيف هناك ليه؟ طب دقيقتين بس وانا اجي اكلم الكلام معاك، هفك حصر واجيلك. ده وقته دقيقتين مليان ميه. ازيك؟ اهلا. انا عارفه. انا عارفه كل حاجه. يا رايق انت يا رايق. مش انت برضو اللي مع الامير؟ امير مين يا روحي؟ انا برضو بتاع عمره. ما تنكرش، انا فاهمه كل حاجه. انت رئيسه عصابه؟ يا لئيم، بقول لك انا معاكم. انا مش فاهم خالص، انت عايز ايه بالظبط؟ فهميني وبشويش. افهمك ايه؟ ما هو كان معاك دلوقتي. هو مين ده اللي كان معايا دلوقتي؟ نهار اسود، سمو الامير. امير مين انا؟ يكونش قصدك. ايوه انا الامير حمدي. الامير حمدي؟ ايوه الامير حمدي، ما انا اللي بصرف عليه عشان يحرر الاماره. انت اللي بتصرف عليه كمان؟ وهتستفيدي ايه لما تصرفي عليه؟ يو يا سعاده البيضه، انت عقلك على قدك. معلش معلش، خديني على قد عقلي وفهميني هتكسبي ايه. انا هتجوزه بعد ما يرجع امير تاني، هو دلوقتي شغال بمجهوده وانا شغاله بفلوسي. يا حلاوتك. انما انت اسم الله على مهلك تطلع مين. انا اخوه. اخوه؟ ايوه، وفي نفس الوقت امين صندوق الاماره. انا اللي ماسك الميزانيه كلها، يعني بعد كده اي فلوس عايزه تديها له تديهاني انا الاول وانا هوصلها له. ها حاضر. عن اذنك بقى عشان عندي جرد. معلش. الله يسلمك. كل ده بتفك حصرك؟ انت عرفت لا، ده انا كمان عرفت حاجات كتير قوي عليك. حاجات كتير زي ايه؟ ايش 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 ايش؟ وقعت في سويت كمان. يا سيدي يا سيدي على عيني. مستمتع بكل المنظر ده لوحدك. بقول لك ايه؟ تبعد عن شكتي احسن. اتفقنا. انا بقول ايه؟ ما تيجي نقرب المسافه ونشتغل سوا. مش ايه يا اخويا؟ ولا ايه يا سمو الامير؟ ها؟ عايز كام؟ لا ده انا وطني قوي. انا ما اخدش قرش من راجل محتاج لكل مليم علشان يحرر بلد. بقول لك ايه؟ تاخد عرقك وتوريني عرض كتافك. فلوس يعني؟ فلوس ايه يا جنت؟ خدني عندك تلميذ صغير في مدرستك يا برنس. ده انا يكفيني الفتافيت اللي تسقط من بين صوابعك. يظهر انك ذكي ومخربش حبتين، بس بقى انا ابجها على الشونه. شونه فوقيه هانم مش كده؟ الوريه دي صرصاره وبتتكلم كتير وممكن توديني في داهيه لازم اتخلص منها. ليه بس؟ دي باين عليها سهله ومتريش. لا بس خطره، وزي ما طبت وكلمت معاك ممكن تقعد تتكلم وتطب مع اي حد، تتكلم مع الحكومه وتودينا تاني في داهيه. خلاص احنا النهارده نهبر منها القرشين وبعدين سيبها لنا، انا بقى هخلصك منها. ماشي يعني هنعمل العمليه دي سوا؟ ما قلت ماشي. الله الله. طب وعصبي كده ليه يا جن؟ روق. كلام رجاله. كلام رجاله. مش ايدك بقى. قولي يا جدتي، قولي يا جدتي. استنيتك ولما اتأخرت عليا انشغلت عليك وقلت اطلع لك. سمو الأميرة. شبيك لبيك، ترشية كشرية تكساتي عمراتي كله ملك ايديك. يا دي الهنا اللي انت فيه يا فوقه، امير ويحب على ايدك.
والله ما بكتك في العفص يا فوقية. المهم هنتجوز امتى؟ اتفضلي اسمك هنا. انا يظهر ان حضرتك مستعجله شويه. اوي اوي يا سعاده البيه الامير، ده انت اللي بحلم بيه طول عمري. هو في الواقع انا كنت احب ان فتره المعرفه تطول شويه ونحب بعض اكتر. لا يا اخويا، لو وقت عندي للحب. هو في الواقع وقتي مش ملكي، انا عندي مشاكل وعندي الاعداء وعندي خطط التحرير. تحرير اهو جنبنا، اجيبهولك اشتريهولك. هو ايه ميدان التحرير؟ هو ليه؟ لا، اشتري لك اللي انت عايزه، اشتري لك اللي انت عايزه. يا ياسر، ما هو الا سبانخ مش واكل السبانخ. خبيزه ممكن، لكن سبانخ مش واكل. هو ماله؟ ده انا شايفاه من شويه زي الفل ومنور تحت. لا هو منور على طول وكويس، بس ساعات بتجيله حالات. هو جسم راجل وعقل طفل. لا حول الله، يا ما في الدنيا بلاوي. تعال يا اسمك، تعال يا حبيبي، تعال سلم يا حبيبي. ماما وحسين يا ماما. يا اسمك، لا يا اسمك حبيبي، يا اسمك لا، دي مش ماما يا حبيبي، دي خطيبتي. بقول لك ماما تعرف اكتر مني. يسبك حبيبي، يسبك اسمع بقى، اسمع الكلام، هتزعلني منك بقى ومش هجيب لك الحاجات الحلوة. دي مش ماما، دي خطيبتي اللي انا هتجوزها. اه يا اخويا انت اتجننت ولا ايه؟ هتتجوز منها؟ لا حبيبي دي مش ماما حبيبي. طب انا بقى عايز تعريف غادرة مخرومة من ناحيتين. انا عايز تعريف غادرة مخرومة من ناحيتين. ايه ده؟ بتضحك عليا ولا ايه؟ بتضحك عليا؟ بتضحك عليا؟ لا ما بضحكش ولا حاجة، ليه تعريف غادرة مخرومة؟ مش مخرومة من ناحيتين. افكها يا حبيبي وهتتخرم من ناحيتين. بالحلاده دي بقى مخرومة من ناحيتين. هفكها لك انا يا زبك واخرمها لك. طب انا بقى عايز واحد تاني. حاضر عينيا الاثنين. تدي لك واحد تاني، هي حلوه بتحبك. دي مخرومه من ناحيتين. كمان واحده. مخرومه من ناحيتين. كمان واحده. كمان واحده. انا بقى قطعهم لك انا. قطعتها. اخويا دايماً يا بابا بتحكي دايماً يا بابا بتلعب كده. انا قطعهم لك. منيل عليا وعليهم الاسود اللي اتقطع. انا قطعهم لك. دي بقى يا اسمك. اسمع هفكرهم لك انا. من شهر باركو طار يا لالي. أيوة. اشتريت له جزمة جديدة في العيد الصغير. كويس. الجزمة اخويا. ايوه حبيبي. عايز عربيتك، عربيتي كسرت. حاضر حبيبي، حاضر. خد حبيبي عربيتي، خد. يحب ولاد بموت الميلاد. اسم الله عليه شربات. وبعدين يا سعادة البيت، بس هو لما لبس الجزمه كانت ضيقه عليه قوي، صبعه ورم من الزنقه، نفخ بقد كده ودوحس، ما استحملش الصدمه، راح البيت، راح قلع الجزمه وخد الرباط وراح طالع بيه السلالم، كل السلالم لاخر دور. ماما جت له قال لها ماما، وراح حاطط عليها الرباط الجزمه وراح خانقها فطسي. يا لهوي مخالفه. ها معلش يا حبيبي، معلش يا معلش يا حبيبي. عاوز ايه يا حبيبي؟ عاوز ايه؟ بقي وجعني. معلش هتتعودي على كده. هتعود ايه؟ هفضل عايشه حياتي طول عمري بقي مفشوخ كده؟ هتتعودي. عايز ايه يا طلاي؟ عايز ايه اسمه الامير؟ رباط الجزمه ده. انا رباط جزمه. ايه الحقده اللي كانت بتاعتك دول؟ حاضر حاضر. اتفضل يا سمو البيه الامير.
ايه؟ عاوز ايه يا حبيبي؟ ايه تاني؟ كعب الجزمة ده. كعب الجزمة ده ايه؟ تعالي تعالي تعالي. حاضر اتفضل يا حبيبي. العودة جاية. تتدي ايه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ بوز الجزمة ده. بوز الجزمة ده؟ عينيا الاثنين يا حبيبي. بس ده غالي اوي اوي. تسلم تسلم يا عم. تسلم قطيع هتقطع الجواز من القمر وسنينه. فوق فوق ايه اللي بتقوليه يا فوق؟ هتتخلي عني؟ هتخلى عنك وعن الاماره وعن امك اللي خلقوها بربط جزمه. امي امي هويه. امي هويه. امي امي اخويا اخويا امي امي يا نصار. في ساعه نجاح المشروع في ساعه المشروع. هو عزيز تاخر ليه؟ لا عزيز ما تاخرش، هو بس الجواهرج اللي احنا بنبيعه له بيفتح واخر شويه وزمانه ايه يعني. علبه دخان لو سمحت. صحتك ده كونياك فرنساوي مش من نوع السكة يعني. اشرب اشرب اشرب. يا اختي مالك؟ ضاع اميري من يدي. ليه كفل الشر؟ بعد ما لقيته وهويته طلع اخوه مخلول انا لا يمكن عشره ابدا، وتضيعي التاج والملك من ايدك. التاج الملك لا مستحيل مستحيل اضيعهم من ايدي. انا من بكره هلملوا المرتزقه اللي هيحاربوا معاه. مرتزقه؟ مرتزقه يعني ايه؟ اصل الجهله ما بتعرفيش انجليزي. تعالي وانا افهمك. فتحي لي ودانك واسمعيني كويس. سموك يا فندم. ميرسي. شبكة صغيرة. تسلم ايدين اللي اشترى. وهنتجوز كده سكتي؟ لا يا فندم سكتي ازاي. لا لا انا اوعدك اول ما هرجع للكرسي هنحتفل بفرحنا 7 ليالي. هتكون حديث البلد كلها وحديث العالم كله. واخوك يسبك؟ لا 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 يسبك هيعيش في اي قصر من القصور، في قصور كتير بس القصر هيكون بعيد بعيد عننا خالص. لا أرجوك في عرضك في عرضك. والله وزهزهت لك يا فوقية، بقيتي أميرة وعندك قصر. معلش بس بلاش الله. حاضر معروف مش على خاطر. حاضر مالك يا سعادة البيه الأمير؟ بس لو تتم الصفقة. صفقة؟ صفقة إيه؟ في شوية مرتزقة وصلوا عاوز أروح أدفع الجمرك بتاعهم وأخرجهم. نفسي. عايز كام؟ 4000 دولار، 5000 دولار، 6000 دولار. لا مش دولار بس. امال ايه؟ هي المشكله انهم جنسيات مختلفه، فهحتاج دولار، هحتاج استرليني، هحتاج درهم. ايه ولا يهمك، ما دام المصري موجود والسوق السوداء موجوده هيكون عندك بعد ساعه. انا مش عارف من غيرك كنت راح اعرف ارجع الملك تاني ازاي. الا ما قلتليش افندم. سبت اللوكاندا ليه؟ جواسيس الاعداء عرفوا مكاني، ابتدوا يخططوا لاغتيالي ورحت سايب المكان وماشي. انت في نظرهم. أيوة. ودلوقتي انت يا اخويا ساكن فين؟ في نزلة السمان. نعم؟ اقصد في منطقة هنا اسمها نزلة السمان. ايوه. عند الهرم. ايوه. بعدها في اوتيل اسمه هوليدي، انا نازل في الاوتيل. ومنتظرك هناك تيجي بالفلوس عشان اروح ادفع جمرك المرتزقة وابتدي اشتغل بقى. يا ضنايا من عينيا الاثنين. مش برنسس انا مش عارف حاجة، مش عارف اقول لك ايه. ربنا يخليك. والله. نفسي أغرق. لا لا في عرضي. ازيك حلو؟ اخبارك ايه؟ كويسه زي القمر. ميرسي قوي. قولي لي الجدع اللي اسمه حمدي ده في اوضه 319 مش عارف موجود ولا خرج؟ لا يا فندم ده دفع الحساب النهارده الصبح. أيوة. ومشي. دفع ومشي؟ اه. ما قالش رايح فين؟ لا في الحقيقه ما قالش رايح فين. شايف كده يا زينب تشوفني وتطنش؟ ده احنا كنا عيش وملح سوا. انت عايز ايه؟ هو فين؟ مش هيقول لك. هعرف. مش هتقدر اما نشوف.
انا مستعجل وحياة والدك عن اذنك. ايوه يا بروف، ايوه دفعت فاتوره الحساب بس كتير قوي قوي. موجود ده مقاطرنا على طول. انا الظاهر عايز يعرف انت موجود فين. بقولك يا معلم حمدي، يا انا اسف يا بروف، افلس على؟ لا مش هتعرف تهرب منه لانك عبقري. انت تجيبهولي وانا هعرف اتصرف معاه. فهمت؟ يا ريت. ناسي فعلك يا عزيز بيه، متهيألي الجو كان كاتمه جوه في الكابينه ولا ايه؟ هو فين بقى؟ حمدي بيه في الهوليدي ان، تقدر سعادتك تروح له. انت بتزحلقني يا جنتل ولا ايه؟ ازحلقك؟ انت تتزحلق؟ ده انت لازقه يا جدع. اديك فهمتها وعترك. اتفضل قدامي. لا لو سمحت اتفضل سعادتك. اطلع قدامي. انت مش قد المسكه دي ارجوك. عيب. جنتل انت فين يا اخي العزيز؟ ايوه هي القعده حلوه صحيح، لكن ما تيجي نروح حته تانيه ما يكونش فيها القلق ده. ليه؟ علشان يعني نعرف ناخد وندي على راحتنا. هو احنا بنسرق؟ لا العفو، احنا بننصب. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز نتحاسب. نتحاسب؟ انت يعني جاهز للحساب؟ مسألة مش مستاهلة ان انا ابقى جاهز او مش جاهز. ده بصل بقرش وقرش ببصل. ايش الفاظك فيري لوكال، بلدي قوي. ايه دي؟ ايه الرقة دي يا اخويا؟ الله يرحم ايام البرش. طيب مش جايز تطلع مديون؟ لا 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 لا، احنا هندخل لبعض نظام طمع من اول عملية ولا ايه؟ لا ابدا. اسمع انت المصاريف واحسبها معايا. مصاريف؟ مصاريف دي يا اخويا. بقولك ايه، ما تحاولش تاكلني لحسن، ده انا مر قوي. الله، هو حساب ولا لا ماضه؟ حساب. شوف يا سيدي السكرتير هنديله كام. سكرتير ده ايه؟ ده حتى يبقى عماله زايده. ده هو اللي جاب لنا العمليه، اكله يا محترم. كذلك يا جندل، نديله 5% ولو النوم شويه، لكن زي بعض. ندخل بقى على الضرايب. نعم يا اخويا. الضرايب. ايه؟ من امتى النصابين اللي زينا بيدفع ضرايب؟ لا لا مالكش حق. يعني ايه الحكومه بتاخد فلوس الضرايب دي وبترميها في البحر؟ لا بتعمل بيها خدمات طبعا. ويعني هي الحكومه ما لقتش غير فلوس هنا عشان تعمل بيها خدمات؟ ثم خدمات ايه اللي هتعملها الحكومه دي؟ اولا بتعمل محاكم تحاكم فيها الناس اللي زيك. كتر خيرك. وملاجئ يتربى فيها خلفك. انا مؤكرم. وسجون يتهذب فيها امثالك. الله الله الله، ده احنا مش بنتحاسب بقى. دي قله ادب يا جنتل. ومع ذلك خلصنا، اخصم الضرايب. انت عايز مني فلوس بمناسبه ايه؟ الله، انت نسيت يا جنتل ولا ايه؟ مش انا اللي ساعدتك في تطفيشها وتقلشها؟ وانا كنت طلبت منك تساعدني. اللي حصل لساعدتك ده كان تطفل منك. انت استفدت كتير قوي بوجودك جنبي، وتعلمت حاجات كان لازم تدفع ثمنها كتير قوي عشان تتعلمها. اتعلمها؟ اوعى تفتكر انك هتاكلني، ده انت اللي كنت واقف جنبي بتتعلم. شوف بقى. بقى اذا كنت انت مدرسه فانا بقى فن وهندسه. خلصت الكلام، هتطلع انت مديون، لكن انا بقى مش عايز منك حاجه. مع السلامه. خلصت الكلام، انت سرقتني بالاصول. الحمد لله على السلامة يا فندم، اتفضل. يعني سايبني واقف كده من غير ما ترد عليا؟ على فكرة أنت ممل جدا.
وخدت من وقتي اكتر من اللازم وبتهيلي. اتفضل معايا كده. مالك انت؟ انا محتاج لك فندم بس، يعني مش عايز اتكلم قدام ال ده. ما تعملوش حساب كده والله يا عيال، الايام وبيننا. اتكلم يا عزيز. ملكة القطن وصلت يا فندم، وبعد نص ساعة هتكون في المطعم. هتعيش غبي وتموت غبي. والله وحنلعب تاني. لا معلش، اللعبة دي كبيرة عليك شوية. المية تكدب الغطاس. وانت هتعرف تشتغل لوحدك. ويعني انا كنت كسبت ايه لما اشتغلت معاك؟ احنا اللي هنقوله نعيده ونزيده. ما اسمع، انا بتحداك. انت واخد في نفسك ألم كبير قوي على فكرة. هتشوف. أشوف. طب تفعل عليها وعلى أبوها كمان. ماشي. الله يخرب بيتك ويوم ما شفت بيتك وأهل بيتك يا غبي. يا فندم اتفضل يا غبي. اتفضل صاحبي. يتحداني أنا الواد بتاع الشكات الهايف ده؟ قال له ما يتكذب الغطاس لما أشوف. قال له أبوها كمان. الله ينعل ابوك يا اخي. ابو الفصير وصيت لي سعادتك على شفشه عصير جمبري جنن. جمبري كله في الفصور يا فندم. كله هي فيه. هي فيه. في الشفشه يا فندم. هي مش الشفشه. الجمبري الهانم جت في المطعم يا فندم. جت في المطعم. بس خد بالك من الجمبري يا فندم. الله يخرب بيتك وبيت الجمبري واختراعاتك. ده هيساعدك مؤاخذة يا نزهة، تسمحي لي اقعد مع حضرتك؟ اصلي جعان جدا ولازم اكل، وزي ما انت شايفة مفيش ولا مكان فاضي. اتفضل. شكرا. مفيش محلات؟ ام سوري يا فندم، مفيش اماكن عشان عندنا النهارده جروب. كلكم بليه. كلكم بليه يا فندم. ايه بقى؟ افتح الجمبري واحد. ايه كومبليه ده؟ ده مليان بس. يا بروفيسور، ده مش كومبليه، ده زحمة بس كده الناس. اسمع يا أمي وافهم كويس. أفهم سعادتك. عايزك تقعد على الكنبة وتبص وتراقبهم كويس، ما يزغوش منك كده ولا كده. فاهم يا عبقري. اعتبرهم في جيبك يا بروفيسور. الله يخرب بيتك. هو من فضلك أرخص أكل عندكوا إيه؟ معلش، اصل الظروف المادية اليومين دول وحشة شوية. ودي تطلع بكام؟ حوالي 2 جنيه. خبر 2 جنيه بحلو؟ طب معلش ما تضايقش مني، ممكن من فضلك تجيب لي لقمة عيش وكوباية مية؟ ازاي؟ اصل هعمل فتة. فتة على مية باردة. يا رب يا رب. ايش فيها يا رب؟ في ايه يا استاذ؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. المؤمن مصاب يا انسه. باين عليك متضايق قوي. امي امي مالها؟ انا اسفه اذا كنت يعني بتدخل. لا 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 ابدا، انا بدور على حد مخلص زي حضرتك تمام علشان افضفضله. فضفض. امي عيانه في المستشفى ومصاريف العيا تقيله ومرضها ربنا ما يوريه لحد. عندها ايه؟ روماتيزم في عينيها. ربنا يقومها بالسلامه. كل يهون، اصلها مش من هنا، احنا اصلا من اسكندريه، بس انا جيت عشان اخلص اجراءات صرف مستحقاتي. لكن بقى نعمل ايه في عبد الروتين افندي ده؟ ربنا يكفيكي شره.
كل يوم اروح له يقول لي تعالى بكره، اروح له بكره يقول لي تعالى بكره، واللوكاندا هنا ما بترحمش، عداد بيلف. عشان كده هتاكل عيش وميه؟ ده انا ست ايام على الحال ده. كل يوم فته. كل المده دي يا متر. يا فندم. هات احسن اكله عندكم للكابتن على حسابي. تحت امرك فندم. ما كانش صح كده. اللقمه هتنزل ازاي من زوري دلوقتي؟ الناس لبعضها. تشكر. انما شركه الطيران ليه ما عالجتكش؟ نعم. ليه ما عالجتكش؟ انا مش مهم، المهم امي. فعل القصة حب. مش فاهمة. كنت بحب واحدة واتفقنا على الجواز. وبعدين؟ قبل الجواز بيوم وصلني منها جواب. كان في ايه الجواب ده؟ قالت لي فيه انها هتتجوز الزبالي. ياه نمت، قمت من النوم لقيت رجلي ما بتتحركش، لفيت على دكاترة مصر كلها، دكتور دكتور مفيش فايدة. الطلبة في كلية الطب كان واخدني علم، كان الطالب من دول يسأل زميله عندنا مين المحاضرة الجاية يا محسن، يقول له عندنا عماد. يا سلام، دول كانوا بيمتحنوا فيا. مش معقول. انت مش مصدقاني؟ ده في طلبة منهم كانوا بيسقطوا فيا. ده مرة تلميذ منهم عمل لي برشام ونجح. طبعا لا، المراقب قفشني في كم قميصة. عارف أحلى حاجة فيك ايه؟ ايه؟ ان رغم المقاسي اللي انت عايش فيها لكن دمك خفيف. اصلي ورستها من امي. كانوا قدامك يا عزيز. قدامي لازق يا فندم. وشفتهم هما ماشيين يا عزيز. هما اللي مشوا يا حمدي بيه. وما حاولتش تعرف رايحين فين يا عزيز؟ ما قالوليش حاجه خالص يا بروف. طب اتفضل. نعم اتفضل. ما بلاش المره دي يا بروف، عايز استريح، انا تعبان كده. خلاص تحت امر سعادتك يا بروف، تحت امر سعادتك يا بروف. معلش انا مشيوا قدامك يا عزيز. طيب هات اليمين. ماما وشفتهم هما ماشيين يا عزيز. هذا الشمال، الشمال يا ولد. ماما وما حاولتش تعرف رايحين فين يا عزيز. معلش سامحني نبادي. بيها يا حيوان. ماما ايوه كده ماما. استريحت. ارتحت يا سعادة البيه. استريحت. عماد ونرجس فين يا عزيز؟ هاب واغطس واطلع بيهم يا سعادتي. هتاب وايه يا عزيز؟ واغطس واطلع بيهم يا سعادتي. اتفضل. حاضر. هتاب وايه يا عزيز؟ واغطس واطلع بيهم يا سعادتي. هتاب وايه يا عزيز؟ واغطس يا سعادة البيه. تطلع اوضتك بقى عشان تستريح؟ مش فاهم عليا يا سيدي. طب تحب اعزمك على حاجة ساعة؟ يا ريت. يا بروف، الجماعة وصلوا يا فندم. وصلوا يا فندم. وصلوا؟ أيوه. طيب ممكن تعمل اللي قلت لك عليه بالظبط مرة في حياتك؟ بالملي يا فندم. يا ريت. اتفضل. باي باي. اتفضل. باي باي. اتفضل. حاضر.
الله يخرب بيتك يا اخي، يا ريت جابت بدالك عمار يا اخي. ايه مالك؟ حزين على روحي، كان نفسي اكون طبيعي زي كل الناس علشان ما تبكيش معايا. ما تفكرش كده، انما انت ليه ما تعرفش نفسك على دكتور تاني؟ في الحقيقه الدكاتره كلهم اجمعوا على ان الحاله دي مش ممكن حد يجيب فيها نتيجه ابدا الا الدكتور فريد مجاهد في سويسرا. فريد مجاهد وفي سويسرا؟ ايوه، ما هو اصله مصري يعني، بس عايش في سويسرا. ومستني ايه؟ ما تروح له فورا. اروح له جايز، لكن فورا متهيألي واسعة شوية. ايه المانع؟ حضرتك فاكراه في الوراق، ده في سويسرا يا هانم. عارفة، روح له سويسرا بالمصاريف، ده مشوار مصاريفه كتير قوي. بإذن الله كل حاجة تتدبر. اسمع، انت تكتب جواب للدكتور اللي انت بتقول عليه ده. جواب ايه؟ ده راجل ما يفهمش غير لغة الفلوس. اوعده انك هتدفع له. اصل انا بصراحة بقى في ساعة غضب حلفت يمين ما اكتب جوابات لصف الدكاترة دول خالص. خلاص انا اكتب له جواب. ملهاش لازم الحكاية دي، بس لا لا لا، انت بس اديني عنوان وانا من بكرة هبعت له جواب. تودينا في داهية. بتقول ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. في الحقيقة الدكاترة كلهم اجمعوا على ان الحالة دي مش ممكن حد يجيب فيها نتيجة ابدا الا الدكتور فريد مجاهد في سويسرا. فريد مجاهد وفي سويسرا؟ ايوه، ما هو اصله مصري يعني. سويسرا، فريد مجاهد. مبسوط مني بقى يا بروف؟ قصر. اوكي، فريد مجاهد سويسرا. هو اسمه ايه الراجل ده؟ اوكي، قصر. من فضلك حط عليه ورقه بوسطه ورميه. حضرتك حضرتك شكرا قوي. دكتور فريد مجاهد. شكرا. هلو؟ يس؟ يس يس، اتس مي دكتور مجاهد سبيكينج. اوكي، ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. اوكي، ثانك يو. متشكر. شكرا. دكتور فريد مجاهد. ايوه يا فندم. حضرتك دكتور فريد مجاهد؟ ايوه فندم، انا دكتور فريد مجاهد. مش معقول، ده حظه من السما، اكيد امه وعياله. اتصور انا لسه بعتر حضرتك جواب دلوقتي. جواب بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص طيار مريض، كل الدكاتره اجمعوا انه علاجه في ايد حضرتك بس. في الواقع انا جاي مصر عشان مصر وحشاني قوي، بقالي 20 سنه ما جيتش، انا جاي استريح. سوري. عشان خاطري يا دكتور، من فضلك ده عمل انساني، ارجوك يا دكتور. اتفضل. ميرسي يا فندم. شكرا. ممكن يا دكتور تنتظر لحظة عشان اخليها له مفاجأة؟ انا ما عنديش مانع ابدا، انا شخصيا بحب المفاجآت جدا يعني. اتفضلي اتفضلي. مصفر شوية؟ لا أبدا، ده من أثر الفجعة، قصدي المفاجأة.
طول ما انسى مريض وانا دكتور ضروري هنتقابل. حكمتك يا رب. في حاجه مضايقك يعني؟ لا ابدا. بس هيئه البريد اليومين دول اتخدمت خالص. الواحد يا دوبك يبعت الجواب من هنا يجي له طلبه من هنا. سيب يا موسى يا اخي والله ده الصعب ده. طب اسيبكم انا بقى عشان الدكتور يكشف. ايوه اتفضل انت وكتر الف خير. لا 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 انا يهمني جدا وجود المدمزيه اثناء الكشف دي كتر انا عليك قوي. ساعتك عندك اي مانع انها تكون موجوده؟ وإذا بوليتو فاستاتروا. لا لا المدموزيل لازم تعرف الكيس كويس يعني حالتك بالظبط عشان تفهم. يا فضيحة ولا أكتر. اتفضل اكشف وخلصت. سيستم كويس الكرسي ده. لو سمحت شوية كده. برافو. هما دول بقى المفروض كده. يعني انت دلوقتي ما بتحسش؟ لا. يعني انت راجل دلوقتي ما عندكش احساس مش كده؟ لا سيب لي الحكايه دي انا راح اخليك تحس قوي 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 يعني. وبعدين هخليك تعرف تمشي تعرف تجري زي ما بيقولوا المصريين راح اخليك تفلسع. يا ريت يا دكتور وممكن يعيد مجده في الطيران تاني. أكلم المساعد بتاعي لو سمحت. دمه خفيف ها؟ أيوه براف أنا جاهز. لا يا بيه العدة بقت زي القشاط. يا فندم هنزل لسعادتك فورا. حط السماعة يا فندم ولف هتلاقيني قدامك على طول. باي باي. وصل. سريع هو سريع أصلا. أنت مش قدي. اسمع كلامي اهرب وين في بجندك. ما أقدرش. أصلي خلاص دخلت. ما أنا اللي هخرجك. أنا جاهز يا دكتور. تعال. اتفضل. ميرسي. عقمتها. بتغلي. معقمة روحنا. حبل المصران كله مال يا فندم. معقبة بتغلي. هتعمل ايه يا دكتور؟ ده حالا هتشوفي دلوقتي. قلعوا الجزمة لو سمحت. ايوه ما تنسي اللون ده معايا يا دكتور. قلعوا الجزمة لو سمحت. لا دي عقدتي عارفها كويس. اتفضل لو سمحت. معلش معلش ما حدش المريض اللي يعصلك معاك. معلش 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 هوبا. انت بتغسل شو رجليك ازاي؟ ده انت لازم تغسل رجليك مرتين في اليوم، مره الصبح ومره قبل ما تنام. مش طايلها يا دكتور. اي حد يغسلها لك يا اخي. ارفعني. طب يا ريت المريض شغله. يا ساتر. هتعمل ايه يا دكتور؟ معلش معلش معلش. ايه من شايف هيعمل ايه؟ انت عايز تخف ولا مش عايز تخف؟ عايز يخف يا دكتور. خلاص بقى خليني انا اشوف شغلي. خليه يشوف شغله. شوف شغله بس. افهم بيعمل ايه؟ معقب. حاسس بحاجه؟ مش حاسس بحاجه خالص. انت متاكد يعني انك مش حاسس بحاجه يعني؟ يبقى ما عندكش احساس يعني. انت ادرى بقى مين اللي امرك. دي طريقة مؤلمة أوي يا دكتور. يا ريت يحس بشوية ألم. العيان لو حس بشوية ألم في أطرافه يبقى أسعد إنسان في الدنيا. تبقى الإجراء ماشي كويس. مش حاسس بحاجة. لذيذ خالص. مفيش إحساس. لا هو عايز الجهاز ده مش نافع. مفيش طريقة بقى غير إن إحنا نجرب أسلوب نظرية دكتور زيفاجو. الله ده هيقعد بقى ويعمل كده. انت تخرس خالص حالك. نظرية الزفاجو دي يعني بتجيب نتيجة؟ والله في حالات كتير بنسبة 70% جابت نتائج مذهلة. مو يعني كويسة؟ كويسة جدا. وأنا العموم زي ما بيقولوا في مصر في طرق جديدة يعني وكتيرة زي ما بيقولوا إيه ياما في الجرابي حاوي. ها
ارفع له البنطلون شويه ونزل الشراب كمان شويه. اوكي يا دكتور. ادي الشراب وادي البنطلون. اتفضل. حكايه رجليك دي حكايه مش تمام. ما قلت لك مش طايقها يا دكتور. اشوف لك حد يا مالك يا اخي. هي تغسلها مره الصبح ومره بالليل. بالليل لازم المايه تكون بتغلي غليان وعليها شويه خل ونص ليمون. انا بقول ايه يا دكتور؟ قول. يا ريت يغسلها قبل الاكل وبعد الاكل. انت تخلص هتتفق يعني. استنى لو حاسس بحاجه قول. اوكي ماما. حاسس بحاجه؟ ولا حاجه خالص. ما كانش فاهم ساعتها. ليك معاه. إذا حسيت بأي حاجة أول ما تحس تروح مكلمني. ماما. مش حاسس بحاجة. ده لذيذ خالص. ماما. 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 مش حاسس بحاجة. بس ده مؤلم أوي يا دكتور. حسيت بحاجة؟ لسه؟ لسه ها؟ معلش. دكتور نفس ريحة رجليك. انت تخلص خالص. حاضر. حاسس بحاجة؟ مش حاسس بحاجة دكتور. بس عايز اقول لك حاجة دكتور. قول حبيبي اتفضل. هاي حاسس بحاجة. ربنا ياخدك. ميرسي. دي حاجة بسيطة. كل الرعيانين بيقولوا كلام فارغ كتير قوي. انا دي مش أول مرة أسمع كلام فارغ من واحد نبض زيك. حضرتك شايف إنه ممكن يمشي تاني؟ شوف يا مادموزيل. حالته دي بالذات تخصصي انا خدت فيها 3 سنين قصدي 3 دبلومات يعني. انا بقى مش هخليه يمشي بس انا هخليه يجري يعني زي ما بيقولوا بالمصري هيفلسع. انت انسان عظيم يا دكتور. ثانك يو. ويا ترى بقى هتبتدي معاه العلاج امتى؟ هو في الواقع في مشكله. ايه هي؟ الولد ده يظهر انه حالته الماديه تعبانه شويه. انت طبعا كفايه عليكي قوي مصاريف العلاج يعني. انا اخدت له فيلا في منطقه هاديه وبالمره انا عشان استريح فيها وهناك بقى انا هعالجه. طب مش ممكن نعالجه في اللوكاندا؟ العلاج عاوز وقت وتفرغ واللوكاندا بيجي لي فيها زوار كتير. يا سلام على التضحيه. ده عمره ما ينسلك الجميل ده ابدا. لا تصميني قوي حضرتك. انا راح اخدمه خدمه مش هينساها لي طول عمره. بس انا الحقيقه الفلوس لسه ما وصلتنيش وخايفه يعني تكون حضرتك محتاج مصاريف للعلاج. هي الفلوس لسه ما وصلتش؟ ايوه. لا مش مشكله. المهم نباشر العلاج فورا وبعدين الفلوس يعني مش مشكله. تشكر قوي. النكت. خد وضعك اقعد. ايه مش لوحدك؟ اقعد خليني اخدك. خدني فين خلك ربنا؟ افسحك اوديك الملاهي. هناخدك عشان نمرمط بيك البلاط. تمرمط بمين البلاط يا صبي؟ صبي العنة. تلت. شوف بقى يا رخ انا لا قاعد ولا رايح معاك. هضطر بقى اكلم الملكة واقول لها انك بتقف. ايه اللي بتعمله ده؟ ده انت رياضي. خلاص خلاص جاي معاك. ده انت رياضي. اه بس بلاش بقى. اقعد اقعد يا سيدي. شوف فكرتها ايه. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء من غير كل في ساعه. صباح الخير. من فضلك ورقه وقلم. انا هخرج وهرجع بالليل. دي النمره اللي هكون فيها لو حد اتصل بيا. تحت امرك. تشكر قوي. انا قلت لك فين؟ انت خلاص.
وريتك؟ ايه ما وريتك؟ لا 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 ايه ما وريتك؟ يا حبيبي اسمع علي. ده بيهزر معاك. ما يصحش. ولما شحنوني زي العفش كان يصح ده؟ ولو كنت ذهبت مع الريح كان يبقى كويس؟ ده انا كان ممكن. ربنا يستر بقى. هو في الواقع دي احدث طريقه في العلاج يعني. علاج؟ بتسمي ده علاج؟ امال الموت يبقى اسمه ايه؟ وانت بقى نهايتك هتبقى على ايه؟ اسمع حط الاثنين تشوفوا طريقه تنزلوني بيها بقى. هو في الواقع في طريقتين. طريقه في وجود الهانم وطريقه ثانيه بعدم وجود الهانم. ولك انت الخيار. اخلص انت يا حيوان. ما دام المساله وصلت للخيار يستحسن انها تبقى في وجود الهانم يا دكتور. خلاص خلاص يا كابتن خلاص. انا لقيت طريقه حلوه قوي عشان تخلص بيها. وهتنزلني ازاي؟ هتجوعك بالكرسي من على العربيه. ايه نرجس؟ لا مش معقول. انت اكيد بتهزر. في الواقع انا عندي رغبه شديده يا فندم ان انا افرجك على الشاليه حالا دلوقتي على ما عزيزي ينزله في هدوء. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. نرجس ما تسيبينيش يا نرجس. يا مجاهد راح فين يا مجاهد؟ نرجس نرجس عارف لو قربت ناحيتي هقطم رقبتك. انما انا اول مره اشوف علاج بالطريقه دي. ما انا سبق وقلت لحضرتك ان انا في الحاله دي بالذات واخد فيها ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ايه حكايه ثلاث سنين دي معلقه معايا قوي. انا فرضون اقصد اقول ثلاث دبلومات يعني. انما الحقيقه حضرتك عبقري مش كده وبس. انت كمان انسان. شوفي حضرتك المريض ده امانه في رقبه الدكتور. وانا شخصيا بقى الحاله دي بالذات مهتم بيها قوي يعني علشان خاطر حضرتك طبعا. متشكر قوي. يا مجنون تشوفك يا مجنون تشوفك. انا هتعمل فيا كده كده هخنقك انت والدكتور بتاعك. انا تعمل فيا كده يا مالك. انا اسمع مالك يا مالك هتيجي تشوفك. اسمع يا نرجس. يقولوا الورد عشان الورد. ميرسي قوي قوي. هلا 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 ده احنا دخلنا في دور تاني يا دكتور. ايه راي حضرتك كابتن عماد في المكان يعني؟ والله الراي رايك يا دوك. الحقيقه عامل زي ما يكون حته مجانه. ميرسي. شوف حضرتك بقى راح تنام في حته هاديه جدا بعيد عن الشوشره واي حاجه يعني. نام هناك. عايزني انا ابات هنا؟ ايوه انا اعمل لك بقى مفاجاه. ده بيت شرعي يعني في قله وحصيره سكن انفراد يعني لازم يكون كده. طب وليه ما ينامش جوه الشاليه؟ هو المفروض انا لازم اعوده انه ينام لوحده انفراد يعني. ايه ده جزء من العلاج؟ علاج ايه وهباب ايه؟ بس انا بقى مش واثق فيه. ده دكتور سكه باين عليه. يا خبر اسود ومنيل عليك. البروف مجاهد سكه. شوف اسمع انت هتنام هنا انا هتنام هنا. ما الكلام اخده ورد يا دكتور. اخده بس رد لا زي ما بيقول هو تمام. انا كلامي كله اوامر يعني انت فاهم ولا لا؟ ربنا يهد المفتري. ولد انت ايه دكتور ولا فتوه؟ اتفضل يا حضرتك اتفضل. يبقى بطبق كويس يا عزيز. تحت امر سعد. الحمد لله. علشان ترتاحوا مني وتوفري فلوسي. فلوس ايه يا عماد؟ عيب تقول كده.
انا حاسس ان انا ماليش مكان بينكم وان وجودي مضايقكم. مضايق مين؟ انت والدكتور. طب مضايقني انا ليه؟ لاني قاطع عليكم حبل الود. عماد انت بتقول حاجات غريبه قوي انا مش فاهمها. انتوا بتحبوا بعض يا نرجس وانا قلبي ما استحملش صدمتين. بنحب بعض؟ انت تفكيرك وصل لبعيد قوي. يعني انا احساسي غلط؟ طبعا. حقيقي يا نرجس؟ حقيقي يا عماد. طب يلا بقى فسحيني. فين؟ اي حته بس نبقى لوحدنا ونبعد عن بوزل الدكتور مجاهد. مساء الخير يا بروف. اهلا يا عزيز. ممكن اسال سعادتك سؤال؟ اسال يا عزيز بس انا ليا شرط. لو طلع السؤال غبي راح امدك على رجليك الاثنين. سكت ليه؟ ما تتكلم. لا اسال. ما انا مش ضامن السؤال. انا متاكد انك مش هتسال سؤال ذكي كالعاده يعني. فقول عايز تقول ايه؟ عايز تسال ايه؟ ايه خطه سعادتك في المرحله القادمه؟ بساطه شديده جدا. ملكه القطن قطعا ابوها ملك القطن. يوم ما هيبعت لها هيبعت لها كام يعني؟ ربع مليون. ربع مليون ايه؟ بالة قطن. ما هو ملك القطن يبعت لبنته قطن، ملك السمك يبعت لبنته سمك، ملك البطيخ يبعت لبنته بطيخ. جاك وجع في بطيخك يا اخي. شوف هو كل اللي هيحصل اكيد ملك القطن هيبعت لبنته مبلغ كبير جدا، فاحنا هناخد المبلغ الكبير جدا ونفلسع جدا. ادي الحكايه. يا سلام يا بروف. لو وقعت على واحده يكون ابوها ملك الظفر. واللحمه تيجي والارانب والفراخ ونهبر. بس انا رايي فيك شيء بسيط جدا. انت انسان مريض وعندك دوده من نوع السوبر كينج سايز ومحتاج علاج طويل. انا ما بشوفش انسان فجعان زيك ابدا. الله يخرب بيتك يا اخي. شوفي حضرتك مفيش لزوم للشفقه بتاعتك دي لان دي هتخسر لي العلاج بتاعي. يعني احاول يا دكتور بس غصب عني بيصعب علي. لا 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 ارجوكي. حاضر هجرب بس مش هتكون المساله سهله. شوفي انت هتدفعي فلوس كتير يعني فما تضيعيش فلوسك ومجهودي انا كمان يعني. بالمناسبه انا مستنيه مكالمه من البلد النهارده عشان يبعتوا لي المبلغ. كويس قوي. اتفضلي. انتوا سايبيني ورايحين فين؟ لا هنروح نشم شويه هوا كده. انا جاي معاكم. لا انت النهارده عندك انفرادي. هو كل يوم انفرادي؟ عشان العلاج عايز كده. طب العلاج مش جايب نتيجه يا دكتور. لا هيجيب نتيجه، لو المريض يسمع كلام الدكتور اكيد العلاج هيجيب نتيجه. ما انا سامع كلامك مش جايب نتيجه. بس يا ولد نرجس هتسيبيني لوحدي كده؟ دكتور بعدين قلنا ايه؟ بلاش الشفقه دي من فضلك. احنا جايبينك تعالجنا انا. بلاش الشفقه دي يا نرجس. بيجري ورانا وتعبان قوي. لا ارجوكي بلاش العاطفه دي. انا متعمد ان انا اقطع نفسه عشان العلاج بتاعي يجيب نتيجه يعني. شوفي بقى ارجوكي يعني ما تبصوش خالص بقى. انا يازبك. لا الحمد لله راحت الحاله. انا بكلمك عشان حاجه مهمه قوي. سمو الامير هيتجوز. اهدي بس امسكي اعصابك.
بيحب واحده هيتجوزها. ما هو اصل مش معقوله بعد كل اللي انت عملتيه ده. بكلمك انا عشان كده لازم نوقف الجوازه دي فورا. طيب انا هديك العنوان. بقاله 15 سنة ولما ربنا كرمه طلع واطي. المظاهر ساعات بتغر، شكله ما يبانش كده أبدا. لا لا لا، أنا كنت عارف كده من الأول، حسيتها. فهمتي بقى؟ بقى دي جاسوسة. أيوة جاسوسة، جاسوسة مهمة جدا، بتجيب لي أخبار الأعداء أول بأول. يقطعني، ما كنتش أعرف، سامحني. تضربيني تضربيني أنا؟ تضربي أمير بالروسية؟ اعمل ايه من حبي فيك بغير عليك من الهوى الطاير. على العموم انا كنت ناويه اصالحك بقرشين، لكن لما زعلت منك رجعتهم تاني. انا هروح اجيبهم، بس يا ترى هلاقيك فين؟ هلاقيك هنا حكيم انت سواح؟ لا 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 لا، انا هنا. هتلاقيني هنا. اتفضلي سمول، اتفضلي سمول، اتفضلي يا فندم، اتفضلي سمول. يا خبر اسود، يا كذاب، يا خلل، نايمتها تاني؟ شد حيلك معانا وانا حبستك قوي قوي. الظاهر النوم اتصلحوا. اها الظاهر كده، مصيبه على دماغي. على العموم ربنا يوفقكم. ميرسي قوي يا حبيبتي. وفطان كمان، فطان. طبعا اذنك. اتفضلي. الو، قهوه بعره؟ اديني زقله. الو الو، انا عماد. اهلا. اسمع، انا مزنوق فيك، في واحد عامل معايا دقه نقص. هات العيال وتعالى لي على طول. هلم الرجاله كلها واجي لك. حمامه ايه اللي خاركوا كده؟ هو فين؟ جوه. عايزكم توضبوه تمام. احنا في ديك الساعة ابو عماد، احنا عايزين نخدم بعينينا. يلا على جوه. انت حمدي؟ ايوه انا حمدي. انت اللي عملت البونت مع عماد؟ هو في طريقتين. الطريقة الأولى. ها سويتوه تمام؟ سويناه إيه؟ ده أنت كنت عايز تضرب الراجل غلبان الطيب بالحلال ده. طيب ده كلام. طيب ده يا زول، قال لك إيه يا زول؟ يلا جدع. لا لا معلش، النظافة كويسة برضه، ما جراش يعني. إحنا متأسفين على اللي حصل. ما كانش بودينا الازعاج اللي لا لا ما حصلش حاجه ابدا. امرك تتفضلوا تشربوا حاجه. معلش يا بيه، احنا ورانا خناقتين هنروحهم دلوقتي حالا. شكرا تحت امرك. شكرا اي خدمه يا دكتور. اهلا.
ميرسي يا خدك جدا. شكر جدا. شكر جدا يا دكتور. شكر جدا. شكر جدا. أنا حاسس إن الدنيا ابتدت تبتسمني تاني. وهتبتسملك على طول إن شاء الله. حقيقي يا نرجس. حقيقي. أنسة نرجس تليفون عشان سعادتك. شاكر أوي، عن إذنك. اتفضلي. هادي من اللذات. ألو؟ أيوه يا بابا. أنت سامعني؟ أصل صوتك جاي من بعيد أوي. الحمد لله، وازيك انت؟ لا انا ما سبتش اللوكاندا، انا بتفسح بس في اللوكاندا طبعا. لا لا لا، دول ناس طيبين، ما تخافش على بنتك. وازاي ماما واخويا فتوح؟ ازايه دلوقتي، خف ولا لا؟ هو لسه تعبان؟ طب هاتله شيح بابوني وهو هيفوق ويروق على طول. بابوني؟ بقولك ايه يا بابا، صرفوا الشيك بتاع الجايزه. جايزه؟ طيب عاد اعمل لي حواله وابعت لي المبلغ كله على الفندق. ها؟ اوزعهم في حاجه مهمه قوي. طب خلاص، اشتري الدواء بتاع ماما وخلي جزم اخواتي وهدومهم لما ارجع. هعمل لهم سلافيه انا من الشغل. يا بابا اوزعهم في حاجه مهمه قوي لما ارجع هقول لك. ها؟ طيب حوش 5 جنيه. 5 جنيه. طيب يا بابا، مع السلامة. اشتري الدواء بتاع ماما وخلي جزم اخواتي وهدومهم لما ارجع. هعمل لهم سلافية انا من الشغل. طيب حوش 5 جنيه. اطمن يا عماد، الشركة صرفت شيك الجايزة لأبويا وهيبعتلي الفلوس بكرة. جايزة ايه؟ أصل شركة الغزل اللي أنا بشتغل فيها كل سنة بيعملوا مسابقة ملكة جمال القطن، والسنة دي بقى أنا اللي طلعت ملكة جمال القطن. والجايزة دي قد ايه؟ 500 جنيه وأسبوع إقامة في القاهرة. وأنت بقى عايزة تحرمي إخواتك من هدومهم وجزامهم علشان تعالجي واحد ما تعرفيش أي حاجة عنه؟ الهدوم والجزم مش هتطير، لكن أنت لازم تتعالج وتخف. اسمعي يا نرجس، المكافأة دي مش هتصرفي منها ولا مليم، خليهم لأمك وأخواتك. أنا مش عايز منك فلوس، مش عايز فلوس، فاهمة؟ الله، طب وأنت ليه منفعل كده؟ عايزة تصرفي فلوسك وتحرمي إخواتك ومش عايزاني أنفعل؟ أنا لا يمكن أتخلى عنك، أنت لازم تتعالج. يعني مصممة؟ أيوة مصممة. نرجس. إيه يا عماد؟ الركب يا نرجس. مالك يا عماد؟ مش عارف، فيها قشعريرة. يعني بتحس بيها يا عماد؟ الله، بصي بصي، الرجل بتتحرك لوحدها يا نرجس. مش معقول يا عماد. عماد انا مش مصدقه عينيا. دول الاثنين. حاول حاول تقف يا عماد. حاول. ساعديني يا نرجس. يلا عماد. وقفت يا نرجس. عجبتك يا رب. ولا انا نرجس. امين نرجس. امين انا وقفت يا نرجس. مش معقول يا نرجس. روح شوفها عامله ايه، قاعده فين، نايل ايه. طب وحياتك يا بروف، تقب بخمسه جنيه بقى. بعدين يا عزيز بعدين. مش بعدين، عايز املة. طيب قلت لك بعدين. اللحمة تحت. بعدين يا حيوان. انا ما شفتش غبي زيك في حياتي. الله، انت ماشي كده ازاي؟ مش خايف لما تشوفك؟ انا جاي عايز اتكلم معاك. خير؟ ناوي تستسلم؟ لا، انا بقول نبطل اللعبة دي بقى. مش قلت لك انها واسعة عليك؟ لا يا استاذ، اتضح لي ان احنا الاثنين خدنا مقلب. لا يا حدي، ده انت اللي خدت الواحدة. ملكة القطن دي طلعت لا ملكة ولا حتى كتابة. على بابا، هي دي الحقيقة. العب غيرها يا حده. يا اخي صدقني، دي بنت غلبانة، كل اللي حصل انها كسبت جايزة، اسمها ملكة القطن.
محلتهاش دلوقتي غير قرشين، يا دوبك تصرفهم على اخواتها. معلش، القناعة كنز ولا افنى، وانا راجل راضي بعليل يا اخي. انت مالك؟ شفت يا دكتور؟ شفت المعجزة اللي حصلت؟ تعالي انا عايز اتكلم معاك. مشكلة قوي يا دكتور. انتوا رايحين فين يعني؟ رجعلك. مش معقول. عزيز عزيز عزيز، يخرب بيتك عزيز. انا متشكرة قوي على كل اللي عملته. خدي بالك من نفسك. يا ترى هشوفها تاني؟ زي ما تقابلنا صدفة، أكيد الأيام هتجمعنا تاني. يا ريت، بس اوعى تنسى. أنا في إيدي شغلانة صغيرة، هخلصها وحصلك على طول. يلا قبل قطر ما يمشي. خدي شنطة. أي. مع السلامة. باي. يلا يا سيدي خلصنا. إيه؟ مفيش حد. بيقولوا إنه ساب الفيلا. طب اركب. افندم، انا جاي ابلغ عن جريمه خطف. طب اتفضلي. مين المخطوف؟ ده سعاده البيه الامير. امير؟ مين الامير ده؟ خطيبي الامير حمدي، امير اماره برزاده. فين اماره برزاده؟ والنبي ما اعرف. المهم دلوقتي تلحقوه قبل اللي ينتصوا في نظرهم عدوينه ما يموتوه. وحضرتك تعرفي الاعداء دول؟ لا، بس انا عارفه انه كان بيلم شويه مرتزقه وانا اللي بصرف عليهم عشان يحرر الاماره ويتجوزني. وحضرتك بقى قابلت الامير ده فين؟ في الشيراتون يا سعاده البيه، وبعدين سابها وراح اللوكاندا اللي جنب نزله السمان، وبعدين ساب اللوكاندا واخد فيلا في الهرم. اصله يا سعاده البيه كان بيهرب من الاعداء. ممكن تديني اوصافه؟ ايوه يا سعاده البيه، هو طويل وعريض وزي القمر، وعنده شنب وشعر من قدام خفيف شويه، ولو اخ اسم الله عليه زي القمر، اسمه الامير يزبك. عارف شبه مين؟ شبه الواد بتاع سعاد حسني بتاع يا واد يا تقيل. اه، حالا هنجيبهولك. صحيح يا سعاده البيه؟ طبعا. ايوه فتحي، هات لي ملف النصابين اللي عندك. يا لهوي بالك يا فوقيه. فضلك عايز سويت وخزنه. هو انت؟ هو انت؟ ايه الفرص السعيده دي؟ وايه حكايه الخزنه دي؟ انت ناوي يعني؟ عجبتك ها؟ انا قاعد شويه مريح بقى. لا انا بتهيألي تسيب اللوكاندا احسن. ليه؟ هو انت لقيت حاجه هنا في اللوكاندا؟ لا اصلا انا نازل هنا ومش عايزين نرجع نقفل على بعض تاني يعني. ويعني يا اخي ما الملعب واسع، وبعدين المايه تكدب الغطاس. ولا انت نسيت؟ لا انا ما نسيتش. بس انا رايي يعني انه مالوش لزوم. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تسيب انت اللوكاندا. بقول ايه؟ ما تسيبوه لي انا اللوكاندا. انت تخلص خالص. انت تخلص خالص. اتفضل. إيه؟ سموك. اتفضل. اضرب معايا لو سمحت. ادي خبر لماما بس. انا هقول لها. الاستاذ ده معانا لو سمحت. اتفضل. Ha ha ha!